هلا عم نجرب نطلع على محضر كثير قوي من الصخر. قدامي في شخص عم بيدلني لانه ما بقدر اقشع انا شو عم بيصير قدامي تحت الاطارات بالضبط. هيدي سيارة الجيب رانجلر، اربع ابواب معدلة، عليها سسبنشن عالية واطارات كبيرة، اجهزة التعليق يعني مرفوعة السيارة مع اطارات كبيرة. فيها نظام الديفرنشال لوك امامي وخلفي لحتى يغلق الدواليب الاربعة، ما يصير في اي فراغ ولا اي ضياع بالحركة. اذا بتتجرب هيدي الطريق بسيارة عادية بصير يزحطوا الاطارات وما بتطلع. من بعد ما تخطينا الطلوع الصعب والخنادق هلا في عنا نزلة قوية.
كلكم بتعرفوا قد ايه بحب جيب، وكل عمري بعمل راليات بالجيب. فاذا بقول عنا سياره كتير حلوه تكون شهادتي مجروحه. خلي التعليق لكم وانتم بتحكموا على السياره باللي شفتوه وباللتي عملته.